إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من مدينة الناظور. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 108 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة 481263. للأسف 5 ديال حالات وفيات، ومجموع حالات الوفيات 8559، ولله الحمد شفاء 633 حالة خلال 24 ساعة الماضية، والمجموع حالات الشفاء في بلادنا 465297. يعني الحمد لله تراجع كبير في عدد ديال الإصابات والوفيات في بلادنا. هذا الشيء كله كيفرح وكيبشر بالخير، هذه كلها معطيات إيجابية، والحمد لله بلادنا كتعرف واحد الإقبال كبير على العملية ديال التلقيح. وطبعا هذه أزيد من 3 ديال الأسابيع اللي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله الحملة ديال العملية ديال التلقيح في بلادنا يوم الخميس 28 يناير. والحمد لله والحمد لله دابا راه كاين واحد الإقبال كبير 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 في بلادنا على عملية التلقيح ونهاية فيروس اللاعين ونهاية فيروس كورونا. راه قربات راه قربات، ولكن رغم ذلك متتبعينا خصنا نبقاو على بال ونلتزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية ونديروا الكمامات ديالنا. وطبعا لأن هذا الفيروس هذا راه مازال منتشر بيناتنا، هاد كورونا هادي راه مازال كاينة، هاد كورونا هادي راه مازال مسالتش أخوتي المغاربة. ولكن الحمد لله الحمد لله ما بقيناش كنشوفوا ذاك العدد الكبير ديال الاصابات اللي كانوا كيتسجلوا في بلادنا. العدد ديال الوفيات كنا كنشوفوا 5000 6000 حاله وفاه يوميا، وشفنا 70 80 حاله وفاه، ولله الحمد يعني بالمجهودات ديال الاطقم الطبيه والصحيه، طبعا الناس ديال الوقايه المدنيه، الناس السيارات سائقي سيارات الاسعاف، تحيه كبيره لهاد الجنود الخفاء الابطال الحقيقيين، طبعا اصحاب البذله البيضاء الاطباء المغاربه الطب العسكري الممرضات الممرضين. وما نساوش ايضا نشكروا السلطات العموميه ومختلف الاجهزه الامنيه. اذا صراحه تعذبنا بزاف وعانينا بزاف مع هذا الفيروس اللعين، مع هذه المصيبه ديال كورونا. تقريبا حنا 11 شهر في المعاناه، 11 شهر في العذاب، 11 شهر حنا عايشين في الرعب وعايشين في الخوف بسبب هذا الفيروس هذا، بسبب هذه المصيبه ديال كورونا. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تيفي، اعيد بلاغ وزاره الصحه من التحق بنا اللحظه. اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 108 ديال الحالات اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابه المؤكده بالفيروس بالمملكه 481263، وخمسة ديال الحالات ديال الوفيات، ومجموع الحالات الوفيات 8559، ولله الحمد شفاء 633 حالة، ومجموع الحالات الشفاء 465297. إذا مزيدا من الحيطة والحذر، والحاضر يعلم الغيب، ولله الحمد. إذا تراجع كبير في العدد ديال الإصابات والوفيات والإقبال الكبير على التلقيح. نهاية كورونا قربت، ما بقى والو، خاصنا نزيدو نصبروا شوية والتزموا قواعد النظافة والسلامة الصحية. إن شاء الله راه قريب نبداو حياتنا من جديد، إن شاء الله راه قريب نرجعوا لحياتنا الطبيعية. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.